صاحب سمو الأمير مولاي هشام يسبح مع قرفة، حيث يعتبر سموه من المحبين للحيوانات خصوصا الكلاب، ويعتني بهم جيدا. الكلاب ليست مجرد حيوانات أليفة، بل هي صديقة ورفيقة للإنسان الذي يستحق أن يحترم ويحب. قرفة التي توفيت كانت تحتل مكانة خاصة في قلبه، اعتنى بها بشكل متفان ومنتظم، حيث كان يوفر لها الرعاية اللازمة ويضمن لها الحياة الصحية والمريحة. بالرغم من ولادته الأميرية ومنصبه المرموق، يتسم الأمير مولاي هشام بالتواضع وبالطيبوبة التي تجعله يتعامل مع الجميع بلطف، فهو يحب الحيوانات ويعتني بها بحب وود، ويجد في وفائهم السعادة والطمأنينة التي تملأ قلبه. الأمير مولاي هشام هو رمز للأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، فهو يتمتع بالكثير من الصفات الحميدة التي تجعله محبوبا لدى الكثيرين، من بينها نشر العلم والإنسانية والوفاء وفعل الخير. فتربية الكلاب والحيوانات تلهمه لتقديم المزيد من الخير لكل مخلوق حي يحتاج إلى رعاية وعناية.